مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كنرحب بكم مرة أخرى من قلب العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء للمملكة المغربية في حلقة أخرى من حلقات ولا تيأسوا، البرنامج اللي هو منبع الأمل جميع المرضى. حلقة اليوم هي مع السيدة فاطمة، السيدة فاطمة اللي كتعاني من آلام المفاصل، ركب، الكتفين، في المجمل عانت من الروماتيزم، ولكن الحمد لله بعد ما اكتشفت مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية عبر قناتكم قناة الحقيقة الفضائية تحسنت الحالة ديالها واختفت مجموعة من الأعراض، والحمد لله جينا اليوم باش ناخذ الشهادة ديالها ونقدموها لكم باش تستافدوا منها ويستافدوا منها المرضى اللي كيعانيوا من نفس المرض ديالها. فتابعوا معنا حلقة اليوم. أنا القميري فاطمة، كنسكن في الزوبير، مرضت شابنتي واحد المرضى واعرة 30 عام هادي، وانا مريضة ما خليت فوقها، ما خليت اللي قالوا لي غتصحي عليها نمشي ليها والو، ما خليت طبة، ما خليت حتى ما يضع والو، سيوا شنا هاد الشي ديال الهاشمي في التلفازة جناه وتبعته، ولي تباس عليا كانوا ركابي ديالي ما نقدش نور فيهم، ما نقدش نهاول في الدروش، نضل انا عسى. اليوم الحمد لله بعد تبعت الجرعات الحمد لله وليت نهود، وليت نخرج، وليت النور ندور في الدار ونشقى في الدار، ولاباس عليا الحمد لله. ملي وليت شويه لاباس عليا باهجه مرضت ليا بزاف، حتى هي جدا ليها الدواء، حتى هي ولات لاباس عليها الحمد لله، كتاف وركابي كلشي دارني، كلشي دارني بزاف، حتى لا خرجت للزرقاء على شي حاجه مهمه ما شفت كيف ندير نخرج بزز، غادي خطوه ونبرك تنقد هذيك الحاجه اللي مشيت عليها، ما نقدش نخرج نضل في الدار، كيضرني الجن مابقاش يضرني، وكان تجيني الزمتها والغمقه ونطيح البلاصه اللي مشيت فيها نطيح فيها، شحال وانا نغوت انا كاع الناس يقول لي مالك لاله مرا كبيره كيكون تغوتي الحاله، صبري لسيري للطبيب، قلت له انا عييت بالطبيب والو، ولي عندك العصب العصب ما فيك حتى حاجه فيك العصب، يدير لي ريحك فيك العصب، وراه تاع عصب كاين هذاك المرض ديال السحر والمس، هو اللي داير لي هذيك الغمقه وديك الحاله وديك اليوم الحمد لله شلنا في التلفازه. اليوم بارك الله في سيد الهاشمي قاع داوى الناس، الله يجعل ربي يحفظه، الله يجعل ربي يطول عمره، صبت عليه الرحمه والرايحات عند سيدي ربي، رايحه لقيت عليه ما لقيت حتى في بوضع سوى هاد الجرعات، هما لقيت عليه الرايحه. يقول لي الطبيب عندك البروده في ركابي وعنده الفاصل والو، يعطيني الدواء والو، ودوكا من دهنت به في الزيت وهذا شويه لاباس، اخي وهذا لاباس على هذا الدواء. سيد الهاشمي الله يعمرها دار، الله يجعل ربي يحفظه فين مشى فين جا، الله يجعل ربي يحفظ لي ولاده ووالديه وكل شيء، الله يجعل ربي يحفظهم، والله يحفظكم تنتوما، الله يقول لكم طريق الخير. الجرعه اللي صحيت عليها هذه الماء، هذه الروقيه كنشربها كاس في الصباح كاس في الليل، هذا العسل عاشق صغيرة في الصباح عاشق في الليل، وهذا الزيت كندهن به، هذا كنشربو كاملة ندوزو عليا كاملة ندهن به كامل، هذا نديو في كاس في عاشق صغيرة نديرها في كاس غالي تاع الما ونغطيه حتى يبرد مع 5 دقائق ولا مع شحال ونشربو، هذا تا ندهن به، الله يصبرهم ويجعلهم يداويو. هاد الدواء راه صحيح ماشي كذوب، خاص الواحد يأمن به ويداوي، راه حقيقة صحيحة، حقيقة بصح نيت، والله يشافينا ويشافي الجميع كاملين، الناس كاع صحت على هاد الدواء، كلها الناس صحت على هاد الدواء، يلاه الجرعات وهاد سيد هاشمي الله يجعل ربي يحفظه، الله يخليه، اللي خرج لينا الدواء كلها الناس صحت عليه. الله يهديهم
الله يهديهم ما يأذيوش بعضياتهم، الله يجعل ربي يحضي يهديهم الله ويبعد يبعدنا ويبعدكم منهم ويبعد المؤمنين منهم وصافي. هذوك اللي هاجين ما يهناوش خاصهم يخافوا من الله، خافوا من قبرهم اللي غادي ليه. اش بغاو هذيك الحاله اللي كيديروا الناس هكاك؟ هادي فيهم المرض وفيهم المرض السحر والمسرح خايب واعر. حنا دوزناه وجربناه وعرفناه وفكنا منه. وسيد الهاشمي بهاد الدواء الله يجعل ربي يحفظهم. وانت راع الاول وبالنهايه والخير.